ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ده ان شاء الله فيديو كده هنتكلم فيه عن حاجتين. اول حاجه هنتكلم عنها الماوس سيتنجز بتاعتها بسرعه كده. الناس اللي بتلعب ماوس كيبورد هنتكلم عن السيتنجز بتاعت الماوس بسرعه قوي كده، حاجات كده في الويندوز هتظبطها، والسيتنجز من جوه من البي سي نفسه من الجيم. تمام. الحاجه التانية ان شاء الله هنتكلم عنها الاعدادات بتاعه الجرافيك او بتاعه بيجي عموما جوه اللعب، اعدادات الجرافيك. فتعالوا نبدأ باعدادات الماوس. بص بقى يا شباب، احنا هنبدأ دلوقتي في اعدادات الماوس. ساعتك هتيجي هنا على الايكون بتاعت السيرش وهتكتب ماوس سيتنج، هتظهر لك دي. ساعتك هتختارها، تيجي على اليمين هنا هتختار additional mouse options، هتفتح لك القائمة دي mouse properties. تمام. ساعتك هتفتح حاجة اسمها pointer options، دي ما تجيش جنبها، سيبها زي ما هي، مش اي حاجة هنا. هتلاقي عندك enhance pointer precision، ساعتك هتقفل دي. لو دي معمولة عندك صح كده هتلغيها. تمام. ده اول setting من حيث الماوس هنا في الويندوز. نيجي بقى يا جماعه على الماوس الان جيم بقى. لما نيجي نخش هنا، خش كده على ماوس الكيبورد، هتلاقي عندك هنا طبعا ده الانبوت بتاعك، ده خلاص ده بيبقى ايه متسيف على كده، هو اللي لقطه. تمام. سواء كان كنترولر او ماوس، فهو طبعا احنا هنا بنلعب ماوس كيبورد. هنيجي بقى على الماوس سنسيتيفيتي، انا بلعب على سنسيتيفيتي 12. ساعتك علشان تعرف انت بتلعب على سنسيتيفيتي ايه، دي حاجة هتبقى راجعة ليك انت، يعني دي حاجة هتبقى راجعة ليك انت. انت عايز تشوف لو بتلعب على سوفت وير اسمه ايم لاب، ده موجود على ستيم فور فري، ساعتك بتحمله وتقدر تلعب وتجرب فيه. بيبقى سيناريوهات لكول اوف ديوتي، لأي لعبة انت ممكن تتخيلها بيبقى ليها سيناريوهات، وساعتك ممكن تخش وتدرب الايم بتاعك وتبتدي تشوف ايه المناسب ليك وايه الحاجه الكويسه ليك، سنسيتيفيتي الدي بي اي الحاسب، كل ده تقدر انت تعرف. انا بالنسبه لي انا بلعب على 9000 دي بي اي وبلعب على سنس 12، انا اتعودت على كده واتعودت الحمد لله على الحركه السريعه دي. ممكن في ناس تبقى مش فاهمه ده، بس خلاص هو هي تعود. لو كل واحد قال لك مش هتعرف تعمل حاجه فانت صدقني مش هتعمل حاجه خالص، بس هي تعود الحمد لله. تمام. هنيجي هنا نفتح كده التابة دي، انا بلعب انستنت، كل حاجة بتبقى موجودة هنا دايما. هنا بقول الانستنت بالنسبة لي عشان لما بفتح الاي دي اس نفس السنس بتاعتي بتبقى بالظبط. في ناس بتلعب مثلا جرادوال علشان خاطر الدنيا ممكن بتقل شوية، بيبقى ايه الهيب فاير، في حاجات كده بيبقى فيه فروقات كده ما بين الهيب فاير مثلا وهو منشن وهو عامل اي دي اس والحاجات دي، بتبقى فيه حاجات بتفرق معاه. انا بلعب انستنت وتعودت على كده على طول من وور زون 1. كل ده انا ما جيتش جنب اي حاجه هنا. نيجي بقى يا جماعه لاهم حاجه وهي الجرافيك، الحاجه اللي كلنا بنتكلم عنها بشكل مستمر، ازاي يبقى معايا فريمات اكتر. تمام. ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله. ساعتك هتخش على السيتنج، تخش على جرافيكس، هنبدا من اول هنا. دي التابه دي مهمه جدا لان دي اللي فيها ايه كل البيانات بتاعتك. ساعتك اول حاجه تعملها تختار فول سكرين اكسكلوسيف، دي بره النقاش، لازم دي اللي تبقى محطوطه. تمام. الاختيار الثاني ده تتاكد ان دي المونيتور الاساسيه بتاعتك، لو انت موصل كذا مونيتور في الجهاز تاكد ان دي المونيتور الاساسيه. تمام. طبعا ده كارت الشاشه بتاعك، لازم تتاكد ان هو اللي موجود. ده السكرين ريفرش ريت، طبعا ساعتك لازم تتاكد ان ده اعلى ريفرش ريت ليك في الشاشه. يعني لو الشاشة عندك 240 تتأكد ان هي 240، لو 144 تتأكد ان هي 144. تمام؟ لازم ده يبقى ايه؟ متوافق بالظبط. ده الريزوليوشن بتاع الشاشة بتاعتك، يفضل يبقى النيتف. النيتف يعني ايه؟ يعني بالظبط نفس الريزوليوشن بتاع الشاشة بتاعتك. لو الشاشة 2K هتختار سعادتك 2560 في 1440. ده كده معناه انها 2K، ال 1440 ده يا شباب هو ده ال 2K، ال 1080 ده اللي هو الفول اتش دي. ال 2160 ده الايه؟ ال 4K، عشان بس الناس تبقى ايه؟ فاهمه النقط دي. الدايناميك ريزوليوشن ساعتها هتقفلها، مش عايزين منها اي حاجه خالص.
الاسبكت ريشيو بتاعك هتخليه اوتوماتيك. حاول انك ايه ما تدعبس، مش عايزين ندعبس في حاجه، هي اوتوماتيك. او لو انت عارف الاسبكت ريشيو بتاع الشاشه بتاعتك قد ايه اختاره، بس الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، اختار اوتوماتيك وريح دماغك. الفي سينك سواء الجيم بلاي او المينيوز تقفل الاثنين، لان هما بيعملوا مشاكل كتير، سكرين تيرنج وبتاع زي التقطيع اللي انت شايفه ده في الصوره هنا كده، ده اللي بيحصل لما انت ساعتك بتكون فاتح ده وما منوش اي لازمه. هنيجي طبعا للتابه دي، التابه دي مهمه جدا. ساعتك هتيجي على الكاستم الفريم ريت، هتخليها كاستم مش انليميتد، لا هتختار كاستم. تمام اهو كاستم، وهتيجي هنا اول واحده هتختار يفضل، تختار الريفريش ريت بتاع الشاشه بتاعتك او تعلى سنه. يعني انا مثلا الشاشه بتاعتي 240، ممكن اخلي دي 250 مفيش مشكله، ممكن تخليها هنا على الاخر مفيش برضو مشكله. ليه؟ لان انا مش عايز يبقى فيه كاب، يعني انا مش عايز ابقى عمال بحجم في الجهاز، انا مش عايز ده. تمام، فكده هتبقى دي نقطه احنا انتهينا منها. عايز تخليها على الاخر خليها، عايز تخليها مثلا 200 وانت شاشتك 240 تخلي دي مثلا 250، اوكي مفيش فيها اي مشكله. المنيو الكاستم منيو ده عشان وانت بتتحرك جوه المنيو بتاع تبقى الفريم برضه يبقى سموث شويه، يبقى الدنيا لذيذه، فيفضل تحطها 100 يفضل، ما تزودش عن كده لان ملهاش لازمه، يبقى ساحب من الجي بي يو جامد قوي، احنا مش عايزين كده. تمام، دي ال 30 دي اللي هي بيقول لك اوت اوف فوكس كاستم فريم ريت. طيب انا دلوقتي واحد بدوس الت تاب كتير وبخرج ابص بره على حاجه مش عارف ايه، بعمل سويتش من مونيتور للثانيه، مش عايز الجهاز يبقى طلعان عينه مع الجيم، لا فانت بتخليها اقل حاجه، ما يبقاش ساحب بروسيس جامد لايه للعب، فهنخلي دي 30. تمام، دوس ابلاي سيتنجز اهي، نزل لي دي كده. ده الشيدرز يا باشا، لما تحس ان في مشكله ولا في اي حاجه ساعتك ممكن تبقى تدوس هنا وهتدوس ريستارت شيدرز، هتسيبه لحد ما يجمع 100% فوق، خلاص انت كده عملت ريستارت للشيدرز بتاعتك. الشيدرز اوبتمايزيشن دي تبع احنا مالناش دعوه بيها، مش هنخوض فيها دلوقتي، مالناش دعوه بيها خالص. الديسبلاي جاما، الديسبلاي جاما دي يا جماعه لو انت بتلعب على مونيتور، مونيتور شاشه بتاعت كمبيوتر، يبقى ساعتك تختار 2.2. طب موصل في كي في شاشه التلفزيون، يبقى ساعتك تختار 2.4. تمام، بس تبقى دي ايه واضحه كده. البرايتنس، البرايتنس بقى يا شباب بصوا هنخش هنا التابه دي، سيبك من اي حاجه هم كاتبينها، حطها على 55 دي السويت سبوت. سيبك بقى من انك ان لازم نوت فيزبل وبيرلي، فكك ممكن تحطها 55 او 60 كمان لو عايز، علشان الحتت اللي تبقى مظلمه تبقى الدنيا ايه اوضح شويه. تمام، الاتش دي ار ده هتقفله، بعد كده هنخش على التابه بتاعت الكواليتي. هنا ساعتك هتجيلي هنا، ده لما بيبقى 100 معناها انه لازم يتوافق مع ال native resolution بتاع الشاشه، زي ما لسه متكلمين 1080، سواء 1080 يبقى لازم هنا ايه 1920 في 1080، لو 2K الشاشه بتاعتك يبقى لازم ده يبقى 2560 في 1440 وهكذا، فلازم الارقام هنا تبقى نفس الشاشه بتاعتك يفضل. ساعتك الدنيا عندك حسيتها تعبانه خالص ممكن هتقلل الرقم ده، بس طبعا الصوره هتبقى سيئه جدا عشان برضو تبقى انت ايه النقطه واصله لك. هنا طبعا دي حاجات جديده هم ضافوها، دي الانتل الاكس اي اس اس وانفيديا دي ال اس اس ودي ال اي والايمج سكيلينج واي حاجه تبع الاي ام دي، طبعا معروف ان هي بتعمل زي شاربنينج او بتوضح الدنيا شويه، بتعمل زي ايه بتقلل شويه من الكواليتي وتعلي لك مش عارف اب سكيل في ايه، فبتبتدي تظبط معاك الدنيا شويه في نفس الوقت عشان ما نخسرش فريمات. بس احنا هنا عندنا مشكله اصلا في الرؤيه، انا عايز اشوف، فساعتك هتختار الفيداليتي اف اكس كاس، دي يعتبر افضل حاجه هم عملوها لحد دلوقتي. وهتيجي على الفيداليتي اف اكس كاس سترينث، دي هنا يا تخليها 100 يا تخليها 70. 70 برضو دي السويت سبوت، وعلى حسب كل واحد عينه مرتاحه في ايه، بس انت ما تقلش عن 70، ابدا من ال 70 واطلع، عايزها لحد 100 انت حر، بس ابدا احنا بندور دلوقتي على الفريمات مظبوط، فابدا من ال 70، لقيتها مش مناسبه ليك ابتدي زود، مش مناسبه ليك ابتدي زود لحد ما تحس ان الصوره بقت اوضح، يبقى هو ده ايه المناسب ليك. تمام، هنخش طبعا الانتي اليسنج، طبعا احنا عارفين ان دي كان في وورزون 1 ده كان اوبشن ممكن نشيله، احنا هنا طبعا مش هنشيل، مش نقدر ان احنا نشيل حاجه. طيب هنا بقى نيجي للنقطه المهمه، لو انت الجهاز بتاعك مش قوي يبقى ساعتك هتلعب ايه، هتلعب على دي لو الجهاز بتاعك مش قوي، علشان حوار الكراشز والحاجات الكتير دي
بيبقى بسبب برضو حاجه زي كده، ولسه في كام اوبشن تاني هنتكلم فيه دلوقتي بيبقى بسبب حاجه من الحاجات دي يا جماعه. تمام، انا بالنسبه لي ده علشان خاطر بلعب ليه فيلمك، علشان خاطر في كده حاجات انا بعمل كونتنت، وفي نفس الوقت في حاجات بتبقى قدامك منغمشه، الفيلمك ده بيلغي النغمشه، فانت دي حاجه راجعه لك، بس دي لازم تبقى فاهم ان هي بتاخد شويه اف بي اس. يعني انت لو عايز تاخد الماكس فانت سعادتك هتلعب على الاس ام اي اي، لو سعادتك عايز الصوره تبقى احسن شويه فسعادتك هتلعب على الفيلمك. تمام كده، الانتي اليسينج ان السويت سبوت هنا ان اللي هي الحاجه الكويسه قوي، وانا برضو بالنسبه لي عشان بعمل كونتنت فانا بلعب على نورمال، انما هي المفروض تبقى لو، يبقى انت سعادتك هتختارها لو. انا عن نفسي بلعب على نورمال عشان الكونتنت يبقى حاجه شكلها كويس. الفيديو ميموري سكيل دي يا باشا بتبقى على حسب الكارت بتاعك، انت يفضل انك تقلل ده خالص، كده كده انت هتعمل تيست. لو عندك لعبه مودرن 2، لو عندك المالتي ساعتك هتخش على المالتي عادي جدا اهو، تنزل التابة دي عند برايفت ماتش هتلاقي في حاجه اسمها بنش مارك، وهيظهر لكم الصوره دلوقتي انا عملت بنش مارك، وهشاور لك على حاجه دي النتيجه اللي هتطلع بناء عليها انت هتحدد الفيديو ميموري بتاعتك اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي دي. انا بلعب على 50 ليه؟ لان لما بعمل بنش مارك بيجيب لي مثلا ان انا مستهلك حوالي 27% تقريبا، الرقم اللي هيظهر لكم انا مستهلك الرقم ده، فانا مش محتاج ان اخلي ده مثلا 90، مش محتاج ده في حاجه، هتخليه اقل حاجه ممكنه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتقلل في الكراشز وبتقلل في اللاج، لان اللعبه دي فيها لاج، كلنا عندنا لاج اول ما بنفتح اللعبه، اول ما بنفتحها خالص لازم في لاج، فدي بتقلل شويه من الايه، من حوار اللاج ده. تمام، هنخش بعد كده في التكستشر ريزولوشن، دي ساعتك هتخليها لو، لان فيري لو الصوره بتبقى سيئه جدا 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 اكتر مما تتخيل. تمام، فهنخليها لو، لو دي افضل حاجه حاليا. التكستشر فلتر دي هتخليها نورمال، تمام، يعني عشان الزوايا والحاجات دي انت مش محتاج اكتر من كده، الهاي والنورمال مفيش فرق، بس الفرق في الفريمات، يعني مفيش فرق في الكواليتي، هما الاثنين زي بعض بس فرق في الفريمات، الهاي بتاخد فريمات اكتر، فاحنا نلعب على النورمال. حلو، النير باي ليفل اوف ديتيل دي هنخليها لو، الديستنت ليفل اوف ديتيل هنخليها لو، والكلاتر درو ديستنس هنخليها شورت، البارتيكل كواليتي هنخليها لو، لان برضو الحاجات دي يا جماعه اي حاجه فيها لايتنينج او بتاع طبعا الناس فاهمه بتاخد بتسحب قد ايه من الكارت. البارتيكل كواليتي ليفل هنخليها فيري لو، البوليت امباكت دي حاجه راجعه لك انت، انا عن نفسي بحبها تبقى موجوده لان بتنفعني ساعات مكان ما انا ضارب طلقه جت جنبي مش عارف ايه ممكن اقدر احدد يعني جت منين، والشكل بيبقى الطف، فانا عن نفسي بفتخلي البوليت امباكت شغاله. ريزيستنت دامج لاير دي هتساعدك هتقفلها خالص عشان بقى الانفجارات والحاجات دي كلها طبعا بتاخد فيجوال، بتاخد افكتات جامده واحنا مش عايزين ده، فاحنا هنعمل ايه، هنقفل دي. الشيدر كواليتي دي هنخليها هاي، ودي يفضل ان انت تبقى سايبها هاي. التسليشن ساعتك هتخليها اوف، دي بصوا بقى يا جماعه هنا لما خليناها ماكس بتبتدي تظبط معايا حاجات في الكواليتي، بتعمل زي اب سكيل كده للكواليتي شويه، بتظبط الدنيا بتخليها كويسه شكلها احسن شكلها افضل. تمام، من حيث الاف بي اس بتاخد اف بي اس شويه، فانت ساعتك لو مش عايز تسيبها زي ما كانت كده مفيش حاجه خالص ولا تيجي جنبها اصلا. تمام، اون ديماند تكستشر دي اوف مهما كان جهازك ايه، دي لازم تفضل مقفوله ما تفتحهاش ابدا، لازم تفضل مقفوله، احنا مش عايزين يبقى في ستريمنج لحاجه التكستشرز وبتاع واحنا بنلعب، هي مش ناقصه، احنا اصلا بندور على اف بي اس. تمام، هنيجي للستريمنج كواليتي، ما فيش فرق بين الاثنين، ولكن الفكره في الجهاز بتاعك، مدى قوه الجهاز بتاعك او الحاجات دي، فانت بفضل هنا اللون ان احنا بندور على الاف بي اس، مش فارقه الماشين اللي معايا انا بدور على اف بي اس. الفوليمتريك كواليتي واي حاجه ليها علاقه بالطقس بالميه بالمؤثرات بالحاجات دي كلها، كل ده تقفله، الميه ساعتك تقفلها، الفيزيكس كواليتي دي تقفلها، الفوليمتريك كواليتي لو. تمام، الشادو ماب ريزولوشن لو، لان الفرق بينها وبين طبعا فيري لو سيئه جدا دي ما تنفعش، يعني ما انت مش مفيش فرق، انت مش شايف حاجه اصلا، نغمشه وحاجه منيله.
النورمال واللو هم احسن حاجه. اللو والنورمال يعتبر ما فيش فرق جامد، ولكن الفرق في الاف بي اس، لكن فرق المستوى او فرق الرؤيه الاثنين يعتبر زي بعض، لكن الاف بي اس طبعا اللو بايه هتدي لك اف بي اس اكتر. نخش بعد كده على السبوت شادو، دي هنخليها لو. السبوت كاش هنخليها هاي، مش الترا مش ميديم، هنخليها هاي. دي بتعمل زي ايه حوار الريندرينج بتاع الماب والحاجات دي كلها، بتقلل شويه من التقطيع وبتقلل من الكراش بتاع اللعبه. ما تنسوش دي يا جماعه، لان كله تقريبا بيجيله كراش، فيفضل ان حضرتك تعمل ايه، تخلي دي على هاي. تمام. هنيجي بعد كده لللايتنج، هنخليها لو بارتكل لايتنج، وامبيت اوكلوجن هنقفلها خالص، لان دي بقى جو المنحنيات بقى وبتاع ومش عارف ايه، وانا معلش مش فاتح برنامج مايا يعني مش محتاج ده في حاجه خالص. تمام. خش بعد كده في السكرين سبيس ريفلكشنز، دي هنخليها اوف. الستاتيك ريفلكشن هنخليها لو. الويذر جريد فوليوم اوف. نيجي بقى تاني هنا يا شباب على الانفيديا ريفلكس لو. طيب ايه بقى الفروقات هنا؟ انت دلوقتي لو عندك السي بي يو بتاعك اقدم من الجي بي يو، حضرتك هتيجي على الانفيديا هنا وهتختار انفيديا بلس بلس لو كان البروسيسور بتاعك اقدم من الكارت. طيب لو الاثنين كويسين وقريبين من بعض ومفيش باتل نيك ومفيش حاجه، يبقى ساعتك هتختار اون. وكده كده انت هتفضل في رحله مستمره من التجربه، خصوصا في الاوبشن ده بالذات، ولكن هي معمولة عشان كده. إذا أنت البروسيسور بتاعك أقدم من الفيجا، يبقى يفضل on plus post. لو الاتنين يعتبر حاجة حديثة، يبقى ساعتك هت on بس، هتبقى هتفي بالغرض والزيادة. نيجي بعد كده للdepth of field، دي طبعا off. الworld motion blur والweapon motion blur دول off، أنا فاتحهم علشان أنا بحب الشكل بتاعهم، إنما هما بيسحبوا فريمات أنا عارف، إنما أنا فاتحهم عشان خاطر بحب الشكل بتاعهم. طبعا الفيلم جرين دي هتبقى زيرو، عشان بس نبقى متفقين، عشان طبعا الشكل المنيل اللي بيبقى موجود ده. نيجي بعد كده نخش التابه بتاعه فيو، هنختار فيلد اوف فيو. فيلد اوف فيو هنخليه 120. تمام. طبعا عشان ده بيدي لك حساك الثبات كده، الاحساس بالثبات ان السلاح ثابت. وبعد كده طبعا بالاضافه الى الاثنين دول، التو اوبشنز دول، عندك الاي دي اس فيلد اوف فيو هتبقى افكتد، وعندك الويبن فيلد اوف فيو هتبقى وايد، ودول بيفرقوا جدا 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 في حته لما تيجي تقيم، بتحس كده الوسع اللي بيبقى في الشاشه ده بيدي لك ثبات اكتر في السلاح، خصوصا لما تكون بتلعب ايرون سايت او سكوبس صغيره. تمام. دي هتبقى 90. دي كل ده هنا راجع لك، دي بيرسونال بريفرنسز، ولكن دول بس يا باشا هتخليهم ليست، هتخليهم 50. تمام. بس كده يا جماعه، كده خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالاعدادات بتاعه الماوس والاعدادات بتاعه الجرافيك، واتمنى اكون وضحت كل حاجه على قد ما اقدر، واللي ما كانش فاهم حاجه وضحت له الصوره بشكل احسن. لو في اي حاجه سيبولي تحت في التعليقات. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير يا ريت، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.